قصف إسرائيلي متواصل ومعارك ضارية في غزة. ترامب يؤكد هيمنته الجمهورية ويكتسح الانتخابات التمهيدية في أيوا. بعد أسبوعين على حادث مماثل، اصطدام طائرتين في مطار ياباني. في آخر مستجدات الحرب في قطاع غزة، تدور معارك ضارية وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين. وزارة الصحة في غزة قالت إنها سجلت مقتل 158 فلسطينياً و320 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 24,300 قتيل و61 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. في سياق تطورات الحرب لكن في الجبهة الشمالية لإسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته الخاصة تسللت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغاماً في قرية عيت الشعب، مؤكداً أنه استهدف 150 خلية لحزب الله مسؤولة عن إطلاق صواريخ ومسيرات منذ بدء المواجهات. من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ عدداً من المواقع والتجمعات لجنود إسرائيليين في المناطق الحدودية. كما قال مصدر أمني لبناني أن السلطات لم ترصد أي تسلل إسرائيلي في محيط بلدة عيت الشعب جنوباً. في العراق، أعلنت الحكومة العراقية استنكارها للهجوم الذي شنته إيران بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال البلاد، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاهه، في حين قالت إيران أنه يأتي في إطار تحركاتها لمواجهة من ينتهكون أمنها على حد وصفها. وفي وقت سابق اعترفت طهران بمسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باليستية على أهداف في العراق وسوريا دفاعاً عن سيادتها وأمنها ولمواجهة الإرهاب بحسب إعلانها. إلى الولايات المتحدة، حيث حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فوزاً مدوياً في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية العام الحالي في ولاية أيوا. وبفوزه أكد ترامب هيمنته على الحزب في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وواجه ترامب الناخبين فيما تتم محاكمته في 4 قضايا جنائية تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسر خلالها أمام بايدن. نختم من اليابان، حيث أعلنت شركة كاثي باسيفيك للطيران أن الطائرة التابعة للخطوط الكورية صدمت إحدى طائراتها في مطار ياباني، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث لم يتسبب بسقوط ضحايا. هذا الحادث جاء بعد أسبوعين على حادث تصادم آخر كان من الممكن أن يكون كارثياً في مطار هانيدا في طوكيو، عندما اصطدمت طائرة تابعة للخطوط اليابانية لدى هبوطها مع طائرة أصغر تابعة لخفر السواحل، ما تسبب باندلاع حريق هائل.